طماطم محشوة بالسلطة عون. توضع علامة إكس على قاعدة 6 حبات طماطم، ثم توضع الطماطم في ماء مغلي. ترفع الطماطم عن النار وتقشر. تقطع قاعدة الطماطم وتوضع جانباً كغطاء. يفرغ اللب من حبات الطماطم، ثم تتبل الطماطم بالملح. في وعاء يوضع نصف كوب مايونيز، ملعقة صغيرة خردل الديجون، ملعقتين كبيرة عصير الليمون، يضاف القليل من بهارات الكايجن، حزمة ريحان مفرومة، ربع كوب بصل أخضر معمر مفروم، 2 كوب من السلطة عون، ثم يضاف القليل من الملح والفلفل ويمزج الخليط جيداً. تحشى حبات الطماطم بالخليط وأوراق الريحان، ثم توضع قاعدة الطماطم كغطاء على الوجه.